المباراة شوف ملي كتلعب مباراة وكت اللي نتايا منتصر قبل منا بثلاثة المقابلات ما كيبقاش بحال ما كيبقاش عندك ديك الهامش الخطا خصك تربح. الحمد لله ربحنا ضد المتصدر انتم تتشوفوا البوادير ديال الرجاء القوية احنا راجعين البطولة مازال طويلة مازال 16 مقابلة اللي عنده النفس طويل هو اللي غيلعب عليها.